السلام عليكم خوت، مرحبا بكم معنا في السوق حد ولا تفرج اليوم 14/12/2022. مختار كي داز السوق اليوم؟ والله جا البركه السوق مزيان. عطيني شويه الخلاصه على العجله الجزائريه والكسابيه بجوج. الجزائريه على كي داز السوق؟ ما عندها مزيانه. الجزائريه غاليه ولا مزيان؟ ما غاليه ما رخيصه. تقريبا شحال كله الثمن؟ راه حسب على 70 درهم الكيلو. 70 درهم راه غالي. ايوا راه 70 درهم وراه ما خارج فيها الفلاح. السب ما خارج. تعطينا الثمن ديال هذه ولا؟ الثمن ديال هذه الصديق 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 الثمن ديال هذه. تقول الحقيقة، قول الحقيقة، قول الحقيقة. شحال؟ 97 اخويا الثمن ديالها. 197. 197 وطلبوا نغلبوا سباليون. ان شاء الله نغلبوا سباليون. طلبوا اخويا نغلبوا سباليون. نغلبوا ان شاء الله. راه على غادي. 197. ندوزوا الربوع ان شاء الله. 9800. 9850 درهم. وسيدي الله يسهل عليكم، الله يسهل على كل واحد. محمد كابر اجمعين. تبارك الله عليكم، الله يدير الخير اخوت. العجله الكسابيه هنا في سوق حد ولا تفرج؟ راه المختار عطانا خلاصه السوق كيفاش داز، قال لك داز مزيان. رجعتي انت المختار؟ سيدي الله يسهل عليك. بعنا وباقي وحنا مشاورين مع السوق. سير سيدي الله يسخر، الله يسهل عليك، تبارك الله عليك. السوق مشور وغادي الله يعطيك. ما كانش في الخانه ديال السيد تبارك الله. الناس يبغوا يعرفوا الثمن، الناس يبغوا يعرفوا السوق، الحوال تاع السوق والثمن كيفاش داير، واش طالع ولا مدير. باش نقول لك شحال هذا؟ 158. 7900. والله يسخر، الله يجي يدير خير، الله يسعدك. نحاولوا ندوزوا بسرعه اخوان، خاصنا يلا نشدوا الطريق ان شاء الله. نحاولوا نعطيكم فيديو قصير شويه، اسمحوا لينا. المهم هو تعرفوا التثمينه والسوق كيفاش دازنا في حد ولا تفرج. الله يسخر الجميع، الله يسهل على كل واحد. تحياتي لكم كبيره من سوق حد ولا تفرج. خلوا لنا جيم، بارطاجيو لنا الفيديو. الناس تاع فيسبوك، الناس تاع يوتيوب، مرحبا والف مرحبا. تبارك الله عليكم. ليموزين تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله، عجله ليموزين. ثمن اخويا 152. 7600. شرب عليا 7600 درهم. الله يسهل عليه. وسيدي الله يسخر، الله يسخر. شحال هادي؟ الله يسهل عليه ان شاء الله يبيعها، الله يسهل عليه. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. السوق هذه زوين على القتال، ما تصوبت الزباد كاينين الموت. الموت كاين، خلق الله، 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 خلق مسكين رفقي، الله يسهل عليه. ربي انتم معايا في التصويره، خصني نقولها ليه، خصني نعلمو، غادي نعلمو اخوان غادي يربي انت معنا في الفيديو. يلا الله يسخر، الله يسهل عليه، يبيع ويشري. بتجيك يا مليح. الازرق البلجيكي ثمنها؟ ثمنها 54. 54.
54 7700. زينة الله يسخر الجامع الله يسخر الجامع. رجيكيات بثلاثة كل واحد هذه شحال عندها وبها 100 5000 درهم 110 هذه 126 6300 عجلات كسابيات زينات ملاحات بلجيكيات تبارك الله ما شاء الله هنا في السوق حد ولا فرج وحده فيهم شويه ولكن الاخرينات ما شاء الله ملاحات صراحة هذه وهذه تبارك الله يسخر الله يسخر الله يسخر كل واحد الله يسخر الله يدير خير خوت الله يسهل عليهم يبيعون بالرباح ان شاء الله عندك عندك اخويا ما ديش سير لي شويه سير عندك عندك سير سير تبارك الله ما شاء الله خوت ناخذ الاثمنه عاطينكم جملة ولا كل حاجة وثمنها؟ كل حاجة وثمنها هذه 26 هذه 26 هذه 108 6300 5400 كيداير السوق تاع العجلة كيداير اليوم؟ دا شوية كاين الثمن ما كاينش؟ الثمن كاين كاين بس الله يسخر الله جبتي سير الله جبتي سير الله يدير خير الله يسهل على كل واحد الله تبارك الله ما شاء الله هذه عجلة كسابية الله يسخر نعرفوا ثمانة الله يسهل على كل واحد أي بشحال؟ مليون 10000 درهم تربة مشات الله يسهل على مولاه خوت اللي دا يلا خوت تحياتي لكم كبيرة من هنا من سوق الدور تفرج ان شاء الله هنا نختموا الفيديو الله يدير الخير الله يسهل على كل واحد الى فيديو قادم ان شاء الله الى سوق قادم
تحياتي لكم، خلوا النجاح، بارطاجيو معك الفيديو، الله يسخر.